طلال الله يرحمه ما كانش بيعاني من أي أمراض والله، يعني هو بس قبل 3 سنين من وفاته كنا في لندن وكان يبغى يبطل تدخين، فراح أخذ من الصيدلية بخاخ، قالوا له إنه تبخ البخاخ مرة واحدة ولو حبيت تدخن أنت مش هتقدر تتحمل ريحة الدخان. فطلال مدخن شره يعني في التدخين، جاب البخاخ وصار يبخ ويدخن يبخ ويدخن، فالموضوع ده سبب له أزمة في يعني في التنفس، فنقلناه بسرعة على المستشفى. لما راح هناك قالوا له لا لازم نعمل قسطرة عشان نشوف الشرايين، لأن هو أنا ما كنتش أعرف أتكلم إنجليزي كويس، وهو ما حكى موضوع البخاخ والدخان والكلام ده كله، فعملوا له القسطرة فلقوا فيه شرايين مسدودة، فقالوا له لازم نعمل لك قسطرة لأنه عندك شرايين يعني مسدودة وكده، وعمل العملية وصار كويس من بعدها، ما عندوش أي مشاكل يعني. فأحد الإخوان الصحفيين نشر رقم المستشفى ونشر رقم تليفوني في الجريدة. أنا تفاجأت من الصباح اتصالات وعالم تتصل، يعني سأرد. بعدين سألت واحد قلت له إيش فيه؟ قال لي ناش حاطين اسمك في الجريدة وكذا كذا وحاطين رقم المستشفى، بنتصل على المستشفى. فأنا جيت المستشفى داخل، فمسكوني في المستشفى حقين الريسبشن ذا، قلت تعال تعال، مين الشخص هذا اللي أنت تجي عنده فوق؟ قلت لهم هذا فنان كبير. قالوا إحنا عندنا سنترال المستشفى من الصبح ما وقف بعد ما سوى العملية وكذا. طلال الله يرحمه كان فيه صفات كتير حلوة كتير، مش شوية يعني. إنسان كريم يعني، كان ممكن مثلاً يجيله واحد مثلاً محتاج منه مبلغ، المبلغ ده هو ده اللي عند طلال يعني، ما عنده غيره. حتى يعني لما حد يعترض مثلا ويقول له يعني يا ابو عبد الله ليش تعطيله، بيضحك عليك، يقول له انا مالي صلاح، انا هو حلف بالله وانا صدقته، فانا معاملتي مع الله، انا معاملتي مش معاه هو.